عمر، بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا بالتأكيد يعني شفنا الزمالك النهارده هو بالفعل كان بيراميدز ليه السيطره، بس دي راجعه ان انت الزمالك يعني هو بدأ المباراه بحماس جدا وحقق هدفه بدري جدا ان هو يتقدم. طبيعي جدا ان انت مش بتلعب فرقه صغيره، انت بتلعب فريق كبير، فريق 90% من الاساسيين اللي بيلعبوا دوليين، سواء محترفين او مصريين، كلهم دوليين. نادي الزمالك النهارده برضه بيلعب في ظروف يعني نقول ظروف صعبة شوية، اللي انت برضو يعني في فترة عودة المصابين، يعني انت بتتكلم في برضو النهارده فترة يعني نقاهة يعتبر يا كابتن، فترة نقاهة. ورغم كل دوت برضو الناس برضو يعني ما بفهمش برضو اوقات جماهير الزمالك حالة مثلا يعني حالة عدم المزاج، رغم ان انت في اخر اربع مباريات انت كسبان المصري وتعادلت معاه، كسبانه في الكاس وتعادلت معاه كده، كسبان الطلائع وفريق قوي صح، ومع تغيير مدير فني، وده اي مدير فني بيتغير بيبقى في حاله، وكسب النهارده 3-1 المصري، حتى انتفاضه راعي الجيش، حتى انتفاضه بتكسب بيراميدز اللي هو فريق كويس جدا، وفريق يعني زي ما فريق بينافس على البطوله دايما خلال السنين الاخيره، وانت في فتره بتعمل فيها كمان تدوير اجباري مش اختياري، ان انت كان عندك اصابات وعندك لعيبه لسه بتنسجم. انت النهارده بتيجي تتكلم فوز بس حققت مكاسب كتير، اهم حاجه اللي انت بتستعيد النهارده زي ما شفت كده حضرتك بتتكلم شويه، دونجا عماد دونجا ابتدى يخش صح مع الفريق منذ انضمامه ومنذ اصابته، عندك عبد الله جمعه ابتدى يخش مع الفريق، اكينولا دخل، اكينولا دخل، فتوح عبد الغني دخل، عبد الغني برضه دخل وفرق كتير جدا صح في تغييره لما نزل. بنفس الوقت انت عندك اللعيبه الجديده زي عمرو السيسي ابتدى ينسجم مع الفريق، عبد مصطفى شلبي ابتدى يبقى ليه يعني النهارده بيحط اول هدف ليه، خاصه بعد هو كان اول مشاركه ليه مع الزمالك مباراه السوبر وكانت خساره، ودي اي لعيب في الدنيا بيبقى جاي ويخش مع فريق ويخسر بطوله من اول مباراه بتاثر عليه نفسيا، واحنا شفنا موضوع زكريا الوردي اتاثر نفسيا ما قدرش يكمل، لكن كويس ان مصطفى شلبي كسبناه والزمالك كسبه النهارده ورجع وشارك واحرز هدف النهارده، كان ممكن نقول نتمنى ان هو يكمل، لكن برضه بالتاكيد فيريرا عايز يشوف ناس كتير، والراجل هو بيشتغل ابتدى يستعيد توازنه على المستوى الفكري التدريبي، كان في بعض حاجات مش عجبانه على المستوى الشخصي او المستوى التحليلي، لكن الراجل خلاص ابتدى يشتغل بشكل واضح جدا وبيبتدي يخش على المكنه بتاعت اللي هي نهايه الموسم اللي فات لو انت فاكر، حقق فيها الزمالك 12 مباراه، الزمالك في كل الحالات حقق مكاسب كتير جدا النهارده، الزمالك خلاص بيبتدي يخش في التراك، ومع الوقت هيبقى اقوى من كده بكتير مع اندماج الصفقات الجديده مع عوده المصابين لمستواهم، زياده الانسجام مهمه جدا بالتاكيد جدا صحيح.